رغم أن روسيا تبدو نائية من الناحية الجغرافية، إلا أنها أقرب مما تتخيل من باقي الدول. سنتطرق اليوم إلى قصة مختلفة ورائعة وفريدة من نوعها، لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ وقع الحدث في بلدة صغيرة بالقرب من مدينة كازان في الثمانينيات. كرس فيكتور كوزنتسوف منذ أن كان مراهقاً حياته لرعاية الأغنام والزراعة. كان يقضي فصل الصيف منشغلاً في حقوله بينما يعمل رفقة زوجته على صناعة الملابس الدافئة خلال الشتاء. كانت معاملته لحيواناته مميزة جداً، لدرجة أن أغنامه كانت مطيعة جداً وتقدره كثيراً. عاش الزوجان حياة هنيئة للغاية، لكن حياتهم كانت تفتقد لشيء ما. تعرف فيكتور على زوجته خلال فترة شبابها وعاش قصة حب انتهت بالزواج، وسرعان ما حاول إنجاب الأطفال، لكن للأسف لم يتمكن من تحقيق هذه الأمنية. مرت سنة وسنتان ولم يتمكن من تجربة إحساس الأبوة والأمومة، فقرر الذهاب إلى طبيب محلي لمعرفة المشكلة. وكما هو معروف ففي تلك الحقبة لم تكن هناك معدات حديثة كما هو الشأن عليه اليوم، وحتى لو توفرت لم يكن لدى الزوجين الإمكانيات المالية لدفع النفقات المطلوبة. حين قام الطبيب بفحص المرأة، أخبر فيكتور بأن زوجته لا تستطيع إنجاب الأطفال. ظل فيكتور يحدق في زوجته، كان خبراً صادماً وغير متوقع. لكن قبل أن يفكر في نفسه، ساعد زوجته في التغلب على الحزن الذي كان يسيطر عليها. ذات يوم قالت له زوجته أنه من الأفضل أن تنفصل عنه، وأن له الحق في أن يكون سعيداً. لكن فيكتور رفض الأمر وأخبر زوجته أنها كل حياته. استمرت الحياة كالمعتاد. كان فيكتور يجز صوف أغنامه عند كل نهاية فصل ربيع ويجهزه للبيع، أو يبقى مع زوجته لصنع المعاطف في الشتاء، كما يتكلف برعاية الحملان الصغيرة ليتم بيعها لاحقاً. كان يزرع في الصيف الذرة والفاصولياء ويبيعها في سوق المدينة، لذلك لم يكن يجد الوقت ليشعر بالحزن. كان عليه العمل إذا أراد أن يعيش حياة مريحة. وعندما بلغ 30 من عمره جاءته المفاجأة. كان ذلك أبرد فصل شتاء في 50 سنة الأخيرة، والذي صادف شهر يوليو لسنة 1938. كانت جميع نوافذ المنزل مغلقة. كان لابد من استخدام مدفأة الحطب طوال الوقت، وكلب العائلة الذي يحب قضاء الليل في الخارج يختبئ الآن في المنزل طوال الليل ويستلقي بجانب الموقد وينام بسلام. في صباح إحدى الأيام استيقظ المزارعان كالمعتاد، وأثناء الإفطار على المائدة تبادل الحديث عما يجب عليهما القيام به أثناء النهار. وبينما بدأت الزوجة تستعد لبيع بعض الكعك الذي تعده في المنزل، ذهب المزارع لإطعام حيواناته. لقد تساقطت الكثير من الثلوج في تلك الليلة، لكن الجو اعتدل في صباح اليوم الثاني. خرج المزارع إلى باحة المنزل وشعر أن هناك أمراً غير طبيعي قد حدث. كان باب الحظيرة مفتوحاً. اعتقد أن أغنامه قد هربت، لكن لا، كانت جميعها في مكانها. بعد أن ألقى إليهم التبن، تأمل في الخراف وهي تتسارع بسعادة للأكل. في تلك اللحظة تغيرت ابتسامته. اكتشف أن نعجته المفضلة مفقودة، تلك التي كانت مرتبطة به دائماً، وكانت تجري نحوه بمجرد اقتراب فيكتور من الحظيرة، بالإضافة إلى أنها كانت مختلفة عن بقية قطعه بالكامل، لأنها كانت عرجاء وأصغر النعاج. لم يختبر المزارع مثل هذا الإحساس من قبل، كانت هذه المرة الأولى التي يفقد حيواناً من قطيعه. ولكن كيف حصل ذلك؟ تبادر لذهنه أنها لا تستطيع حتى الركض بشكل جيد بسبب إعاقتها الصغيرة، لذلك خرج للبحث عنها. بحث في جميع أركان باحة منزله، لكن بدون جدوى. سلك نفس المسار الذي يستخدمه لاصطحاب أغنامه إلى الجبل لأكل العشب. مشى عبر المنطقة لفترة، وأخيراً رأى نعجته المحبوبة على بعد مسافة صغيرة. كان من الصعب التعرف عليها بسبب الثلج الذي كان يغطي كل فروها. كانت مستلقية على بعد نصف كيلومتر من المنزل. لكن كيف وصلت إلى هنا؟ ولماذا هي الوحيدة التي هربت؟ ركض المزارع نحوها ليطمئن أنها لم تتجمد. جلس في وضعية القرفصاء وبدأ في إزالة الثلج بيديه العاريتين، لكن النعجة الحبيبة لم تنهض. عندما أزال كل الثلج تفاجأ بشيء لا يخطر على البال. كانت تخبئ تحت جسدها طفلا صغيرا.
كان واضحا أن النعجة تدفئ الطفل طوال ذلك الوقت. حمل المزارع الطفل على الفور بيديه الباردتين اللتين أيقظتاه، والمثير للدهشة أن الطفل كان دافئا جدا وكأنه لم يقضي الليل في برودة شديدة ربما تقل عن 20 درجة مئوية. لم يستطع المزارع تصديق ما شاهده. أخذ الطفل إلى المنزل وهو يتساءل طوال الطريق عن كيفية حدوث كل ذلك. كانت زوجته في ذلك الوقت تصنع عجينة الكعك، فتح الرجل الباب ودخل المنزل والطفل بين ذراعيه. شرح المزارع ما حدث لزوجته وهو في حالة ارتباك، لكن زوجته طلبت منه أن يهدأ ثم فحص معا الطفل، فاكتشف أنها فتاة صغيرة تبلغ من العمر حوالي 2 ويبدو أنها تتمتع بصحة جيدة. كانت ترتدي ملابس سميكة، لكن لغز وصولها إلى ذلك المكان لا زال غامضا. قامت المرأة بصب شاي البابونج لتهدئة نفسها وزوجها. لم يعرف كلاهما بعد ماذا سيفعلان. كانت هذه هي المرة الأولى التي سيستضيفان فيها طفلا في المنزل. استيقظت الفتاة أخيرا، حملتها المرأة بعناية ووضعت لها كوبا من الشاي. شربت الفتاة الصغيرة الشاي ثم ابتسمت. كان من الواضح أنها تحب الشاي أو ربما كانت جائعة. بعد بضع دقائق وضعت المرأة بعض الكعك في طبق وأطعمت الصغيرة. أكلت الفتاة بشغف، ثم سألتها المرأة كيف وصلت إلى هنا. نظرت الطفلة إليهما وظلت صامتة. سألها الرجل عن اسمها وكرر السؤال مرتين، لكن لم يحصل على الإجابة. للتوضيح فقط، فالزوجان يعيشان في مكان بعيد حيث يوجد عدد قليل من المنازل، كما أن معظم سكان البلدة من كبار السن. سأل الرجل بعض الجيران عن الطفلة لكن لم يتوصل بأي إجابة، فقرر فحص المكان الذي وجد فيه الطفلة. عاد فيكتور إلى المكان الذي وجد فيه الطفلة. اعتقد أنه بإمكانه العثور على أي آثار أقدام أو أي شيء يدله إلى أصل الفتاة، لكن بدون جدوى. كان كل شيء مغطى بالثلج، لكن الرجل لسبب ما قرر الحفر أسفل المكان الذي وجد فيه الطفلة، وسرعان ما شعر بشيء يلمس يديه. إنها ورقة عليها بعض الكلمات. فتحها، ولأنه لا يجيد القراءة عاد بها إلى المنزل. في ذلك الوقت كانت الفتاة تلعب مع كلب العائلة، بدت سعيدة للغاية. مد الرجل الورقة لزوجته التي تعرف القراءة، فتحتها وقرأتها بصوت عال: سامحيني، لكن لا يمكنني اصطحابك معي. اكتملت الصورة وتيقن أن الفتاة تركت عمدا. غضب الرجل وخرج مرة أخرى ليتحرى الأمر في الحقول والمنازل المجاورة، لكنه لم يعثر على أي شخص مشبوه، ثم عاد إلى المنزل وفتح الباب. في ذلك الوقت كانت الزوجة تحمل الطفلة بين ذراعيها. عندما رآها عادت الدموع إلى عينيه ورأى ما كان يحلم به طوال حياته، عائلة صغيرة تتكون من زوج وزوجة وطفل. وبعد أن نامت الطفلة تحدث الزوجان طويلا، ثم قرر أن تبقى الطفلة في المنزل. بقيت الطفلة رفقة الزوجين اللذين أطلق عليها اسم كاثرين، وقام بتربيتها كما لو كانت ابنتهما البيولوجية، وعمل بجد حتى لا ينقصها أي شيء. وبدأت كاثرين في النمو، ولم تكن تعرف كيف عثر عليها والداها، وسرعان ما تلفظت بكلمة أمي وأبي، كما أن الفتاة أصبحت صديقة للنعجة التي اعتنت بها وأنقذتها من تلك الليلة التعيسة. مرت السنوات وماتت النعجة المحبوبة. كانت الأسرة بأكملها قلقة عليها، لكن كاثرين لم تستوعب رحيلها وهربت من المنزل وجلست بجانب شجرة على الطريق. رأت امرأة عجوز دموع كاثرين وسألتها: هل أخبرك أنك طفلة متبنية؟ لا تحزني، المهم أنهما يحبانك. تفاجأت كاثرين من كلام العجوز وسألتها عن قصدها. أدركت المرأة أنها ارتكبت خطأ وغادرت دون أن تجيبها. ركضت الفتاة إلى المنزل وسألت والديها عما إذا كان صحيحاً ما أخبرتها به المرأة العجوز. جلب الرجل صندوقاً وأخرج ورقة ووضعها في يد ابنته، وعندما قرأتها لم تستطع تصديق ذلك وانهارت باكية. أخبر الرجل ابنته بكل التفاصيل وكيف وصلت إليهما، فردت الفتاة بأنها بحاجة إلى التفكير. أمضت الأسرة أصعب ليلة في حياتها، وفي الصباح سمع باب غرفتهما يفتح. كانت كاثرين تقترب منهما لتقول لهما ببساطة: أنتما والداي الوحيدان، ولست بحاجة إلى أكثر من ذلك. بعد عام أصبحت الفتاة امرأة، وروت كاثرين هذه القصة بنفسها. قالت كاثرين بأنها تشكر الله الذي منحها أبوين مثل فيكتور وزوجته،
وقالت أيضا إنه لم يتم التحقيق في هذه القضية. وأضافت أن فيكتور وزوجته قام بتسجيلها في دفتر الحالة المدنية على أساس أنها ابنتهما. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.